وللمزيد حول هذه الحملة تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة منى العلوي، مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة. أهلا بك في نشرة الثالثة. لو نتحدث أكثر عن هذه الحملة التوعوية الرقابية التي أطلقتموها بعنوان مع موسم العودة للمدارس ترانا موجودين. بداية شكرا على الاستضافة، وكل عام دراسي والطلبة بخير. بالنسبة طبعا للحملة اللي أطلقتها الوزارة، فهي حملة توعوية ورقابية في آن واحد. تمت الوزارة أنها من اهتمام الوزارة أن خلق بيئة تجارية فيها ثقة وشفافية للمستهلك، فتم عمل عدد من الرسائل التوعوية في جميع مواقع التواصل الرسمية للوزارة، وحرصنا يعني أن هذه الرسائل تكون موجهة للجانبين اللي هو التجار وأيضا للمستهلكين. من جانب آخر هناك تجاوب أيضا إيجابي وجميل من قبل المحال التجارية، فهم بعد بدورهم قاموا ينشرون بعض الرسائل التوعوية اللي مثلا تحث الأسرة أن حددوا الميزانية مسبقا، ابحثوا عن يعني وفاضلوا بين السلع قبل ما تقومون تشترون، وغيرها من هذه الرسائل اللي تصب في هذا الإطار. أيضا ما هي طبيعة الجولات الرقابية في الأسواق والمحال التجارية ضمن إطار هذه الحملة؟ طبعا مثل ما شفنا في التقرير، يعني المفتشين كانوا يغطون جميع محافظات مملكة البحرين، غطينا أكثر من 100 محل في هذا الإطار، محلات اللي لها علاقة بالموسم، محلات بيع القرطاسية، الشنط، الخياطة والتفصيل للزي المدرسي، والله يعزكم الأحذية. يعني ولله الحمد النتائج كلها إيجابية، فأظهرت التزام واضح بالقوانين، وحتى لو كان في إن يعني مخالفات كانت بسيطة لبعض الأسعار ما كانت موجودة، بس بشكل عام هناك التزام، ولاحظنا في تنوع كبير في البضائع، يعني يتيح للمتسوقين خيارات واسعة من حيث الأنواع من حيث الأسعار، وإحنا دائما موجودين يعني. نعم، أيضا في الختام هل من كلمة تريدون توجيهها يعني إلى الجمهور بشأن هذه الحملة وبشأن الموسم، موسم العودة إلى المدارس؟ اي طبعا واجب ان اشكر يعني جميع التجار على تعاونهم بعد معانا، واوضح ان هذه الحمله التوعويه والرقابيه على الاسواق يعني هي ضمن مهامنا احنا كوزاره، ما نقتصر على المواسم وانما نعزز في المواسم عمليه التوعيه على اساس تلبيه يعني احتياجات الموسم، والا احنا في الواقع موجودين على نفس مسمى الحمله. نعم، كل الشكر والتقدير السيدة منى العلوي، مدير إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا على هذه المداخلة.